سابقة خطيرة وحرق جديد للهدنة الأممية تعمدت خلالها عناصر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران استهداف منازل المواطنين في مناطق الغشة والزبيريات شمال غرب الضالع والتي تم تحريرها منذ 3 سنوات. الميليشيات الحوثية استهدفت منزل المواطن محمد الغريري والذي تقطنه أسرة نازحة بمقذوف طيرانها المسير دون أن يصاب أحد من أفراد الأسرة، حيث سقطت على مطبخ المنزل، بينما سقطت القذيفة الثانية بالقرب من بوابة منزل المواطن علي أحمد، مما تسبب بإلحاق أضرار مادية وإصابة الأطفال والنساء بالذعر والخوف. هذا البيت منزلي، وهذا منزلي السابق تسكن فيه أحد الأسر النازحة، وقد تم استهدافه اليوم بطيران مسير، وقد سبق أن استهدفته مرة سابقة وضربه داخل السور، ولا يوجد داخل البيت إلا أطفال ونساء، وعلم بيتي كذلك لا نساء وأطفال، ونحن مواطنين عاديين لا لنا دخل في الجبهة ولا يوجد لدينا أي موقع عسكري. لقد قام استهداف الطيران المسير جنب منزل الأخ علي أحمد السعيد، مواطن لا يدخل بأي حد ولا هو مع أحد، وقام بضرب اسمه هذا القذيفة جنب البيت، والضرر السير الضرر كبير، والحمد لله على كل حال ماشي أي إصابة ولا شيء. هدنة أممية من طرف واحد يدفع ثمنها المدنيون أغلبهم من الأطفال والنساء في شمال وغرب الضالع، حيث تتعرض العديد من المناطق السكانية للقصف بمختلف أنواع الأسلحة خلال فترة الهدنة الأممية الأولى والثانية. سقط وأصيب خلالها عدد من المدنيين وتم إلحاق أضرار بمنازل وممتلكات ومزارع المواطنين وسط صمت وتجاهل للأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن لكل تلك الجرائم والانتهاكات والخروقات. الميليشيات الحوثية تقوم هذه الأيام بقصف منازل المواطنين، لحيث وقد تكرر هذا المشهد بأكثر من مرة، بالأمس ضربوا أحد المنازل، وقبل ضربوا كذلك بعض المنازل، اليوم ضربوا منزلين في هذه المنطقة، وهذه المنازل يكتظ فيها السكان المواطنين الأطفال النساء، مما تسبب في خوف وهلع شديد لدى الناس جميعا بأن هذه الحوثية أو الميليشيات الحوثية اليوم أصبحت تستهدف الإنسانية والحياة، فهي مشروع موت وليست مشروع حياة، وهذا هو مشروعها التي جاءت من أجله باستهداف أي شيء جميل في هذه الحياة. جرائم وانتهاكات وخروقات بشكل يومي في شمال وغرب الضالع، حيث قامت عناصر الميليشيات الحوثية باستهداف منزلين في منطقة الزبيرية والغشة، الأمر الذي تسبب بإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين، إحداهما أسرة نازحة، وإصابة الأطفال والنساء بالذعر والخوف. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع.